تقولوا له يدير لكم في الساشيات. بحال هكا البنات شتو البنات، راني في ولاد ميمون. هي يلا حيدها كيطويها. البنات هبطت لتحت، كاينين سراول بالنسبه لي كيدير هادو ديال سكاي. يلا دخلت البنات، ها نتوما. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. مرحبا بيكم مرحبا بكم معايا في نهار جديد، فيديو جديد. صراحه كنت باديه من الدار وجيت كنجري، والله يا الوقت ما كتقط. ركبنا شدينا الطاكسي، عاد قلت غادي نسلم عليكم. احنا غادي نمشي نردي داك العطريه من البارح، وانا الله يستر حسيت بعيني ضروني خرج على داكشي تشوفوني دايره نضاضر. ايوا هادشي اللي كاين، ان شاء الله نمشي نرد نطحنها ونكمل معاكم الباقيه. يلا دخلت البنات، ها نتوما. منين شريت العطريه هما كيطحنوا، راهم كاينين عندهم واحد باسيو تما لداخل، وشرطت عليهم عاد من الفوق، قلت لهم اللي تطحن ديروها لي في الكاغيت، هذاك الساشيه ديال الكاغيت. حيت قاطون قلت لك قاطون، لا المهم داك الساشيه ديال الكاغيت غنعرف هزها من هي ما كتبانليش، بغيت نصورها لكم. ايوا صافي، حيت ملي كتطحن في الماكينه كتكون سخونه. شتو عينيا كي دايرين؟ والله العظيم مع النعاس في هاد السيمانه عندي الدراري كل نهار كنفيق مع السطوس مع السطوس يوميا. اي والله زيدات ميزان حسناتنا، معليش قولي بزز منك تنوضي بزز منك. يديروها لي في الساشيات، ماشي تراني والله ما عرفت الساشيات عادي يديرها في بلاستيكا ولا في ميكا، كتخرج سخونه ما كيعجبنيش نديرها في ميكا. هادشي اللي كاين. هانتوما كوتر شتوها شتوها كوتر، معليش كوتر ندير غير هكا. المشكل دابا هي اللي اكثريه هي اللي كتمونتي الفيديو. هانتوما المحل خاوي الحال اليوم، ماشي بحال داك النهار. دعوة خاوية. عييت، درت واحد دزت على لقمة، جبت داك الطريق وقلت غنشوف واش كاين شي حاجة. دخلت وجلست، صراحة سخفت، طلعت الفوق لتحت كاينين الناس، فين كاينين الصباط؟ والله إلا سخفت. طلعت جا مورايا راجل عطيتلو داك العطرية، قلت بلا ما نبقى نهزها في يدي وطالقة الريحة ديال العطرية. من هزدنا شي الحوايج كانوا عاد خاصين، نسينا الاخر تحميره. لا 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 شكون غيبطل تما؟ ايوا صافي. المهم نقلب معكم الكاميرا، كاينين الصراحه صبيبات ديال المناسبات. ها نتوما كاين هذا زوين عاد جديد البنات، شوف النمره 39. زوين فدان الكحل. ثم درت فلاش، كاينين عاود هادو، كاينين هادو بلاتي، كاينين هادو واو ما هادو هنايا. قلت ليك اوتر كتبقاي تصوري غير الطالون. كاينين هادو وهما الطالون هنا بالالوان ما شاء الله، اي لون بغيتوه كاين. وكاينين هادو زوين هذا، كاينين هادو البنات انا طاويه جلابها باش تبان لكم. زوين الصراحه هادو، تلقي هذا رطاب، تلقو حطو هنا، ما قلتلكش انا شدو تلقو هنا، زوين في الكحال. كاين هذا هكا، المهم كاينين اللي بغى يقلب، كاينين هنا وكاينين معلقين لهيها، كاينين هنا في الشباكي زوينين، على شكل فولار شال اولا على العنق، كل واحد وشنو كيبغي. هانتوما كاينين الالوان العشاق النمر، كاين هادشي اللي بغى يديه يخليه الشتوى الجايه،
شوفوا هادي زوينه فنه، شتو هادي البنيتات ولا ما نعرف شنو هادي، زوينه رطبه رطبه زوينه لا زوينه. البنات هبطت لتحت، كاينين سراول بالنسبه اللي كيدير هادو ديال سكاي، كاين هذا هانتوما هكا بالحزام، كاين هذا المهم عنده هنا شي حاجه نقيه وزوينه، كاين هذا كاين هذا ما كيبانوش مزيان هانتوما درت فلاش باش يبان، كاين هذا هكا في الكحل لو كان جا قدي كنت هزيتو، كاين هذا كاين هذا البيض والكحل هكا، كاين هذا في القهوي، كاين هذا كاينين هنا البنات هذوك الشيلان اللي قلت لكم هما الالوان، كاين هاد جواك ديال الكوير ولا ديال السكاي، هنا كاينين سراول ديال البيجاما اللي كنا كنقلبوا عليهم ما كانوش سبحان الله زوينين اللي بغى ياخذهم، ونقينا البنات عاد شي حاجه نقيه. كاين هاد التريكو طويل محلول شويه في الجنب، وهنا كاينين سراول ديال البيجامات هنا دايرين تريكاوات الفوقانيين هانتوما، وهنا كاينين محجبات، وهنا كاين عنده الطابيات عنده بينوارات، هنا كاين هادشي ديال الكوزينه فيه الرواق وفيه شي حاجه هكا صغيره، الطابيات ديال الدوش هانتوما خوتي ماشي غير خواتاتي كاملين خوتي هانتوما القمايج ما شاء الله زوينين ديال الرجال، طوب ديال الخيط وفيهم الالوان، فيهم هكا وفيهم السامبل زوينه هادي، كاينين الالوان ما شاء الله، كاينين هادو ديال الشباب السلعه موجود عنده هنا، ديما كيكون الجهه ديال الرجال فيه حوايج حسن من الجهه ديال النساء. راني في قيصريه فارس، المتتبعه اللي قالت لي اللي سولتني على كوبر لي راه ما نسيتكش غادي نقلب معاك الكاميرا، لقيت وجد وحده فن اللون ديال الربيع وديال الصيف ايضا. هي يلا حيدها كيطويها هانتوما هادشي هذا ديال هذا ديال كوزينه لا اني كوزينه الى السمر عنده هادو ديال الكوزينه فنين هادو ديال الكوزينه فنين هادو البنات، هذا كوبر اللي قال لكم المهم اللي كيعمرها بلاوات اللي بغى يدير هاد الوجوه بجوج ولا يدير السامبل راه عنده جات سلعه جديده، كدير حتى هادو ديال الكرسي هانتوما عنده هادو كيدير فيهم بونجا ديال الكرسي، عندهم هكا دوفاس كاين سامبل وكاين بحال هكا الالوان مختلفه بلاتي يا تمارا، كاينين هادو قال لكم هادي ديال البيت ديال الدراري فنين هادو، وعندو قال لك اللي بغى يدير الوجه اخر بهذا السامبل، اللي بغى يدير جوج وجوه بحال هكا، اللي بغى يدير شي لون اخر نتوما والاختيار ديالكم. اختكم ها هي انتم البنات، دخل هادو جداد كاين عاود فيه هذا في الارض زوين اللون فن بغيتي تاخذيه بوحدك هذا ديال مولاتو راه ما تلقاوش كاينه مولاتو، هذا فن البنات هذا زوين، كاينين هادو كاين عاود هذا زوينين هادو كاملين، كاين هادو ديال صابونات ولا ديال ريزول ليزار لا كنهضر على هادو و هانتوما ها كاينين هادو
ديال البيت الدراري زوين. كاين هذا فيه جوج الوان، ها انتم هذا ديال الرواق فيه جوج الوان زوينين بجوج ما شاء الله. وكاين هذا الشيء هذا قصرية فارس البنات، ها انتم راه ادخلوا هنا اي واحد كيخيطها. ها انتم مرحبا سي كوثر، شدات الكرسي على الماكينه ما كتحشميش. البنات راني في ولاد ميمون، هيدي داك ديال لقيتو جاب السيكان باتي هاكي شدي هذا. انتم خديت واحد ما غاديش نشارك معكم من بعد. شدي شدي خديت من هذا البنات، شتو فن هذا فيه بحال هكا بحال اللي عندي ديما كنهزو في هاد الاخر. هذا كاليتي ديالو زوين. كاينين هادو هو فيه هذا وفيه هاد الصفر، الصفر ديالو بارد زوين. كاينين هادو وكاين هاد الكحل بالابيض، ها انتوما الكحل هادو في هاد الصف الكحل بالابيض ومع هذاك الغز بالابيض، الابيض بليموني، هاد قريب الابيض، ها انتوما وسيروا مع هادو فنين ديال الربيع وديال الصيف ايضا. وهنا كاين كل شيء، كاينين هادو، كاين سبيبطة هكا ديال الدراري، كاين صندالة لي في ولاد ميمون، عرفتي شدي هادي هكا باش نكمل التصوير. وكاينين هادو، هدا فن، شفت ليه واحد الصاك بحال جلابة مع الجلابة اللي بغا يديرو مع الجلابة. هانتوما نوريكم داكشي اللي كندير أنا، ما كنشريش بحال بحال. أوا الصاك هو هدا مع هدا، تقدر تجبدو بحال هكا البنات، شتو زوين ما شاء الله مع جلابه. صافي شكرا. كاينين هادو، المهم ديروا هادشي اللي غنحتاجو دابا. المهم هو عنده شي حاجه اللي فنه كاليتي، ها نتوما كاينين هادو زوينين ديال البنات وفيهم هادو. والاثمنه عنده مناسبه، شي حاجه ديال برا والاثمنه. المهم انا ديما كنشري من عنده. هانتو ما كاينين هادو مع جلابه مع الكسوه مع سروال، كيمشيو مع كل شيء. هانتوما هادو ديال الكوير زوينين فيهم هاد الالوان. كاينين هادو ها صنداله، كل شيء موجود ما شاء الله. كاينين هادو كاع ما شفتهم هنا في الجنب، هانتوما طول من هنايا فيهم الالوان. كاينين هادو ديال بنيتات في الابيض. ثم البنات جا في الوسط ولاد ميمون، ملي تكونوا طالعين في ولاد ميمون الباب الوسط، طالعين الباب الوسط على اليمين، هابطين الباب الوسط عاود على اليسار. ما نقدرش نهز، ما نقدرش نقلب الكاميرا جهه اخرى، كاينين الناس. صافي هادشي اللي كاين دابا، راه العشيه كثريتهم صافي كيسدوا. اختكم ديما الجراء ديما، ملي كنجي الصراحه ما كنجيش على شي حاجه وحده، كنجمع الحوايج وكنجي عاد. شي 3 ايام ما خرجت. شوفوا لي هنا ديال لي بيبي. صافي هادشي اللي كاين، قطعت في الوسط من هنايا دوزي في الوسط ولاد ميمون من السوق للسوق. زيد كوتر تحرك شدي الصف. السلام حبابي، كي دايرين لاباس عليكم؟ جيت نكمل معكم، المهم ندير معكم نجي العطريه اللي جبت اللي طحنت البارح وجدت انا بواطه. البنات اللي كيقولوا لي راه كديري بزاف زعما فين كتحتفظي بيها، لا لا من هنا، اي غير من هنا، غير من هذا. ها هو البنات سكين جبير. البنات ملي غيطحن ليكم العطار اي واحد كطحنوا لعندو حاولوا تقولوا له يدير لكم في الساشيات. كما كتعرفوا العطريه ملي كتطحن كتخرج من ماكينه سخونه، ماشي مزيان ديروها في بلاستيكه. انا هذه المهم هادو راه ديت فيهم، قلت لكم الساشيات اللي كيجيني فيها الخبز اللي كنشريه. و ها هي البنات دابا نخليها غنوريكم الطريقه وصافي كي غندير لها. جيبوا ايا دوك ميكا ديال المجمد، ها
ها نتوما كندير بحال هكا، كنخليها البنات في الساشي احسن من ما ديروا في البلاستيكه ديريكت. بحال ما هكا راه عمرت القراعي اللي غنحتاج الكميه على داكشي، غتشوفوا هنا كلشي محلول بحال ما هكا البنات. المهم غنوريكم الطريقه اللي كنديرها في المجمد. صافي ونخليها بحال هكا. صافي غادي ندير هذا الشيء كامل مع العطريه. اول نخرق مع البنات اللي درت معكم سخنته، ما نعرفوش كيبان مزيان راه كيبان. صافي خلي الكاميرا في بلاصتها. دهنتو بالزيت جرائع، دابا غادي ماكراتكمش تكونوا حدايا تشموا واحد الريحه اللي كاينه هنايا ديال العطريه، شي حاجه رائعه الصراحه. ما كاينش شي حاجه ديال الدار شي حاجه ديروها على يدكم. ها هو الخرقوم، ما كيجي لا فازق لا والو، دهنتو غيب شويه ما كيبانش مزيان. ها هو لا معليش واخا ما كيبانش اللون مزيان. ايوا شنو غنديروا، راه هو هذا. ها نتوما حتى هو غندير معاه نفس الشيء. فوقاش ما جيت نصور كيجي واحد كيكح قدامي معليش. البنات واخا تبقى لكم عام في المجمد غير خصكم تعرفوا كيف تحتفظوا بها. الا بغيتوا ديروا شي ميكا تسبقوها في هذا، وملي نوريكم شي ميكا تكون نقيه. الا عندكم قليله ديروا بواطه صغيره، عندكم كثيره ديروا بواطه كبيره. انا مازال عندي شي حاجه في المجمد غادي نجبدها دابا نديرها مع هذه، غنشوف شي طريقه. هذا الكمونه البنات شتو معايا درت نص، راه واخا ما كيبانش راه عارفين شنو كاين. ها هو الكمون البلدي. صافي خلي الكاميرا هكاك. ملي نقيتو حتى هو نديروا نفس الطريقه. المهم هادشي بلا ما نطول عليكم الفيديو، هو تتبعني شي كيقول لي راه كطولي علينا، شي كيقول لي طولي. هادي راه القرفه، انجبد نوريكم شنو كان عندي في المجمد البنات. ها هي ملي كتجبدوها من المجمد، هادي كنت رميت هذاك النهار بلاستيكه، ما كانش عندي الساشيات. ها هي هادي الكرويه والكبابه، راه ماشي كتكون كلاصي راه كتبقى هي هي، غير كتحسوا بها بارده كتبقى. خلي الكاميرا هادي غادي نخليها دابا نديرها في الساشيه. واخا العطار اللي تمشيو تطحنوا ما عندوش ولا نتوما ما عندكمش، ديوها في يديكم، راه كيتباعوا هاد الساشيات عند العطار عند موالي الحوانت، وشريو على قد العطريه اللي غديروه. كاينين ديال الربع، قولوا ديال الربع ولا ديال نص كيلو، راه كلشي مهم كلشي كاين. غادي نحاول هادشي كلشي نسقو هنايا شنو كاين. اه هنايا البزار، البزار الابيض حتى هو ما تحديش كاميرا راه كيبان. ها هو البنات، ها هو. صافي غادي نحاول كامله نديرها هكا في الساشيات ونشوف هادي الا غتهز ليا هي هذيك، ما تهزش ليا غادي نبدل شي وحده اخرى. ديروا البنات ما تنساوش زريعه القزبور، مازال غنديروا بها، كيديروها في الخبز كيديروها بلاستيكه، واخا ما تكونش هذه حيت راه عنده هذا، عنده هاد الورق المهم، هاد الساشيات ديال الكاغيت. ما نعرفوش كيبان كلشي نيشان حيت قلبت الكاميرا. صافي هادشي اللي كاين حبايبي، نتمنى فيديو ينال اعجابكم. اي حاجه ما فهمتوهاش خليوها لي في الكومونتير، حنا هنايا باش نفهموا بعضياتنا، حتى واحد ما تزاد كيعرف. نتوما كتعلموا مني وانا كنتعلم منكم. احبكم في الله الذي احببتوني فيه. عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه يا ربي. ان شاء الله اي واحد كيطلب شي حاجه ان شاء الله ربي يوفقها ليه، اللي مريض الله يشافي، اللي كيتمنى شي حاجه ان شاء الله ربي يوفقها ليه. السلام عليكم يا احلى متتبعين، الى فيديو اخر ان شاء الله.